عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً لمتابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة. وقد وجه الرئيس السيسي باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع لمتابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المشروعات القومية التنموية. وقد وجه الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر، بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها. كما وجه السيد الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلاً عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو. توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 6% في العام المالي الجاري 2021-2022. وأشارت وزارة التخطيط إلى أنه وفقاً للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة نحو 21 تريليون دولار في نهاية 2019. أعلنت وزارة المالية عن إحباط أكثر من 19,000 عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة تبلغ 5,300,000,000 جنيه. أعلنت وزارة التنمية المحلية عن توفير الأراضي اللازمة لإقامة 11 مشروعاً صناعياً في 3 محافظات باستثمارات تبلغ 297 مليون جنيه، وتعمل المشروعات في مجالات الأعلاف الحيوانية ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات. أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 75,000 طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديث الولادة وتقديم العلاج بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك منذ انطلاقها في 13 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم، بهدف الوصول لجيل صحي وخال من مسببات الإعاقة.